وفي لقاء خاص آخر أكد أمين عمال محافظة القاهرة عن حزب حماة وطن هيثم زاد الدين، أكد أن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني في أسبوعه الثالث كانت مثمرة وبناءة. الجلسة اليوم كانت مثمرة جدا بكافة الآراء لكافة الأحزاب السياسية والانتماءات المختلفة. الحضور اليوم تحدثوا بشكل واضح عن ضرورة زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحكم الزيادة السكانية المضطردة للفترة الأخيرة، وأيضا تحدث البعض منهم عن ضرورة توسيع عدد الدوائر أو إضافة دوائر أخرى جديدة نظرا لوجود عدد من المدن العمرانية الجديدة أيضا، وبالتالي تحتم زيادة عدد الأعضاء وتحتم كمان أيضا زيادة عدد الدوائر. وأيضا كان هناك حديث داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية نحو ضرورة تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لأن الأمر يعد هاما جدا، لأن النائب لابد وأن يمارس عمله الرقابي والتشريعي بكافة الحرية المطلقة.